اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العالم. نقرا في موقع الهيانات: هيئه استثمار الوقف السني تهدم احد اهم المساجد القديمه في البصره لاغراض تجاريه. ونطالع في العرب اللندنية: توليفة إيرانية تجمع العباد بالعامر وتدفع المالك إلى الهامش. ونتصفح في المدى: العبادي يقترب من تحالف الحشد والأخير، يعد قائمة مطالب قاسية. ونشر في العربي الجديد تحت عنوان: رفض أمريكي لمؤتمر سوتشي السوري وموسكو مستاءة. ونتصفح في الخليج الإماراتي: الاحتلال الصهيوني يواجه جمعة الغضب الثالثة بالرصاص. أما في القدس العربي نطالع تحت عنوان: واشنطن تمدد تعليق العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. وأخيرا وليس آخرا في الحياة: ألمانيا اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة قد يمنح ميركل ولاية الرابعة. أهلا بكم. التحالفات والائتلافات الانتخابية المعلن عنها وعن تسجيلها لدى مفوضية الانتخابات لا تشير إلى أي تغيير جوهري في العملية السياسية القائمة منذ 2003 يمكن حصوله نتيجة للانتخابات المقبلة. عدنان حسين يرى في صحيفة المدى أن العملية السياسية التي وضعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أسسها وحددتا شكلها ومضمونها منذ ما قبل 2003 ستظل قائمة على نحو الراسخ، مستبدة بالبلاد برغم أنف العباد للسنوات الأربع المقبلة. القوى والأحزاب السياسية تجمعت هذه المرة أيضا على الأساس الطائفي والقومي، مع أنها لعنت ألف مرة نظام الاستقطاب والمحاصصة على أساس المذهب والقومية، ورددت كثيرا على مدى السنوات الماضية القول بأن خروج العراق من مأزقه ومحنته يتطلب كسر هذه القاعدة وتشكيل أحزاب وكيانات وائتلافات سياسية عابرة للطائفة والقومية وخوض الانتخابات بها. ليس من الصعب اكتشاف أن التحالفات الطائفية سعت هذه المرة إلى التحايل بتأسيس كيانات متناهية الصغر تحمل مسميات المدني والوطني والعراقي وضمها إليها في سبيل إعطاء الانطباع بأنها متجاوزة الحدود الطائفية والقومية لمواجهة المد المدني الذي عم البلاد في السنوات الأخيرة نتيجة للفشل الذريع والمدوي الذي منيت به صيغة الحكم الطائفية. بيد أن أسماء المشكلين لهذه الكيانات الجديدة تفضح مكر الكيانات الكبيرة التي تقف وراء هذا الترتيب، من الواضح أيضاً أنه ما من أحد من الكيانات المتنفذة يريد الخروج من شرنقة الطائفة والقومية. حتى العباد الذي يؤكد أنه يريد تشكيل ائتلاف عابر للطائفية والقومية يتبين الآن أنه غير قادر على وربما غير راغب في نزع دشداشته الطائفية. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن مجلس النواب المقبل والحكومة المقبلة سيكونان في صورة المجلس الحالي والحكومة الحالية وفي صورة المجالس السابقة والحكومات السابقة. كما يقول الكاتب: عليه ليس متوقعا أن تكون العملية الانتخابية الوشيكة مختلفة في الشكل والمضمون عن عملية إعادة التدوير للنفايات والمخلفات الصناعية.
أما حامد الجيلاني فيرى في صحيفة العرب اللندنية أن تقلبات الأهواء في ترشيحات انتخابات العراق البرلمانية مستمرة بأجزاء التوقيتات، بما يعطي انطباعا عن حجم التردد والارتباك في حسم توجهات المرشحين ومواقفهم لغياب البرامج وحضور الاستفافات توجسا من فقدان أو تبذير الأصوات أو حساباتها للفوز بالمقاعد في ظل الزعامات التقليدية. الكاتب يشير إلى أن بعض الأحزاب تنتابها نشوة من الفرح الجماعي حتى مع خصومهم، كأنهم في احتفالية أنستهم ما كان منهم ومن أحزابهم طيلة سنوات من تجربة الاحتلالين الأمريكي والإيراني للعراق. لو كان بعض غبطتهم وهمتهم في حلم التهافت على مكاسب السلطة انصرف لخدمة بيئاتهم الانتخابية، وبهذه الروح الجماعية لما كانت بيننا اليوم أسلاك شائكة صنعتها جرائم السياسة وحماقات الأحزاب ومقولات قادة الميليشيات التي مسخت البيوت العامرة إلى مخيمات نزوح وتشرد، وفتحت بلاد الرافدين لموجات الإرهاب من تنظيم الدولة أو تنظيم ولاية الفقيه. تجارب الدورات الانتخابية بعد الاحتلال أنتجت نظاماً سياسياً نسج على منوال المحتل وبأدواته، حيث سلمت معظم الخيوط إلى منتجها الأول. لم يكن الاحتلال الأمريكي إلا مرحلة انتقالية لإطلاق المشروع الإيراني على أرض العراق ومنه إلى أرض أمتنا العربية. حزب الدعوة وقاطرة الميليشيات بتحالفاتهم الصريحة تسحب الانتخابات البرلمانية بمحركات سياسية تسعى لنيل المقاعد في البرلمان المقبل باعتمادها على قاعدة ولاية الدم والأحقية في تمرير قوانينها وأفكارها على مقاس دماء شباب العراق وتضحياتهم الذين تبرعت بهم الميليشيات والفتاوى إلى ولاية المرشد خامنئي، ليكونوا وقوداً لبداية إطلاق المرحلة التالية من مخطط تثبيت الهيمنة الإيرانية كحالة مفروغ منها في الحياة السياسية على المدى البعيد في برلمان العراق. الكاتب يرى أن مفوضية الانتخابات ستنهي وتقفل مزاد يومها الأخير بذات التحالفات والزعامات التي أنتجت العملية السياسية بنظام المحاصصة الطائفي وبمرجعية خارجية تتأرجح بين الولايات المتحدة الأمريكية ونظام المرشد الإيراني وما بينهما من مشاريع دولية ومقابر جماعية دون محاصصة. أثارت الانتخابات التي ستجري في العراق خلال شهر آيار المقبل جدلاً وخلافات قبل أن تبدأ، فرئيس الوزراء حيدر العبادي يصر على أن تجري الانتخابات في موعدها، بينما يسعى رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى تأجيل الانتخابات حتى نهاية العام الحالي. دكتور شملان يوسف العيسى يتساءل في صحيفة الشرق الأوسط، هل يمكن أن تحقق الانتخابات الأمن والاستقرار في هذا البلد المنكوب؟ القوى السياسية في العراق لا تزال ترفض تحقيق الوحدة الوطنية والاتفاق على أجندة سياسية محددة لإنقاذ العراق، ويبدو أن حزب الدعوة الذي يتحالف مع الأحزاب والميليشيات الشيعية يرفض فتح المجال لأي حركات أو منافسة حرة من قوى وأقليات غير شيعية. فالقوى السياسية الشيعية ترفض قبول حكومة أو برلمان لا تتحكم به القوى الشيعية. الديمقراطية العراقية الوليدة تم تشويهها بوجود قوى وأحزاب غير ديمقراطية أصلاً. هل يعقل أن يكون في العراق اليوم أكثر من 200 حزب سياسي وكلها غطاء لأحزاب وميليشيات عسكرية تخوض الانتخابات برفع شعارات وفتاوى دينية لخداع الجماهير أو شراء أصواتهم وتخريب ذمم الناس البسطاء؟ مشكلة العراق اليوم ليست بالدعوة للانتخابات في وقتها كما تريد الحكومة، أو تأجيل الانتخابات كما يريد السنة والأكراد. تكمن المشكلة في غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي. لا يمكن للعراق أن يحقق النجاح والاستقرار الاقتصادي من دون القضاء على الفساد في الجهاز الحكومي.
كل حملات مكافحة الفساد فشلت بسبب مشاركة أعضاء في الحكومة والبرلمان والأحزاب فيها. الكاتب يشير إلى المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت الشهر المقبل، متسائلا كيف يمكن جمع الأموال لإعادة إعمار العراق في دولة لم يتفق قادتها على وقف الفساد في بلدهم ولم يهتموا طوال 14 عاما الماضية بتنمية بلدهم وبالخدمات الكهربائية والمياه والتعليم والصحة والطرق. وفي تناقض مضحك مبكي يظهر حالة التمادي في الاستهزاء بأرواح الضحايا الأبرياء، دافع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس المعروف بالكلب المسعور أجلكم الله دفاعا مستميتا الجمعة الماضية عن الجهود الأمريكية المبذولة لمنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين خلال الحرب الجارية في اليمن. وأكد ماتيس أن التكلفة البشرية لتلك الحرب كانت ستكون أكثر من ذلك بكثير لولا حرص أمريكا على تدابير حماية المدنيين. هذا ما أشار إليه دكتور أيمن العاني في مقاله الذي نشره موقع الهيئات. في ثرثرة تدعو للسخرية والاشمئزاز قال ماتيس: إذا تسببنا بمقتل مدني واحد فإنها مأساة حقيقية بالنسبة لنا، لذلك تهتم الولايات المتحدة على مستوى عال بالتدابير التي من شأنها منع وقوع وفيات بين المدنيين. هذه التصريحات جاءت بعد سقوط عشرات القتلى المدنيين بينهم أطفال في قصف جوي على سوق شعبية شمال اليمن يوم 26 من كانون الأول الماضي، الأمر الذي دفع مسؤولاً كبيراً في الأمم المتحدة إلى توبيخ قيادة التحالف الذي يشن الحرب في اليمن والذي تشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن المسعور قد نسي أو تناسى أن حرب اليمن أدت إلى مقتل أكثر من 10,000 مدني يمني حتى الآن، ناهيك عن أن الحرب التي شنتها ولا تزال تشنها بلاده في العراق قد تسببت بمقتل مئات الآلاف من المدنيين العزل الذين لا ذنب لهم ولا جريرة، لا سيما في مدينة الموصل التي أحالتها الحرب الأخيرة إلى أطلال وركام تضم جثث الآلاف من أهلها تحت أنقاض القصف العنيف الذي استمر مدة ناهزت العام، فضلاً عن تهجير أكثر من 1,000,000 شخص من المدينة أكثر من نصفهم أطفال. الكاتب يرى أن طريقة التضليل التي يعالج فيها الجيش الأمريكي مسألة سقوط ضحايا مدنيين في العديد من البلدان التي تشن فيها قوته حروبا جوية وبرية أثبتت للعالم أجمع وبرمته زيف وكذب الادعاء الأمريكي بالحرص على حماية المدنيين وعدم إقحام المناطق الآهلة في الحرب، وهو ما تؤكده الإحصاءات المرعبة والصادمة التي يتم الكشف عنها يوميا بخصوص الأعداد الحقيقية لضحايا الحروب الأمريكية في المنطقة لا سيما في العراق وسوريا التي أظهرت أن التكلفة البشرية لتلك الحروب أكثر بأضعاف مضاعفة عما اعترفت به وزارة الحرب الأمريكية. حين انطلقت الاحتجاجات الشعبية في إيران في 28 من كانون الأول الماضي، بدأ للعراقيين المعادين أو الممتعضين من الدور الإيراني في بلدهم أن هذه الاحتجاجات تمثل بصيص أمل من داخل إيران لانطلاق أو تحرك طلائع شعبية عراقية والمطالبة بالتغيير والإصلاحات الجذرية، وفي مقابل ذلك كان القلق واضحا جدا لدى التيارات المحسوبة على الجانب الإيراني التي كانت تراقب عن كثب لمعرفة تطورات الأحداث ومدى قدرة النظام على صد هذه الاحتجاجات ثم استيعابها. فارس الخطاب يرى في صحيفة العرب الجديد أن ما جرى في إيران ليس بمعزل عن انعكاساته على العراق. من يعرف الحالة في العراق الآن يعلم أن الصورة الفعلية أو الداخلية للعراقيين مختلفة عن حالتها التي حاول كثيرون أن يهمشوها أو يعتبروا أنها قد روضت فعلا لصالح نظام ولاية الفقيه، وأن الوقت قد حان ليثبت قبول شعب العراق هذه الولاية.
الحقيقة التي يقولها من يعيش داخل البيت العراقي بكل طوائفه، وبغض النظر عما يقال عن تظاهر العراقيين بالتحسب من سطوة القوى المؤيدة لإيران وبطشها ونفوذها في العراق. الحقيقة أن الفئة الأهم في العراق والأكثر نسبة وهي الشباب مستعدة تماماً للوثوب نحو قلب طاولة الأوضاع في العراق بشكل كامل، وهي تتبادل رؤاها وحنقها الرافضة للواقع الفاسد في العراق مدار الساعة. التغيير الذي يرى محللون أنه سيحدث حتماً في العراق تأثر بشكل كبير بما يجري في إيران وسقوط حاجز الخوف وهيبة المرشد الأعلى هناك، يحتاج فقط إلى من يمسك بزمام المبادرة والإدارة، وهو موجود لكنه غير ظاهر حتى الآن. عندها فقط سيكون التغيير في إيران تبعاً للتغيير في العراق، وسيكون الاستغلال السيء للدين في البلدين نهاية ربما معاكسة للواقع الحالي. الكاتب يشير في ختام مقاله لأن التغيير المنشود في إيران والعراق لن يكون عبر صناديق الاقتراع التي غلفت بعباءات مذهبية لتكون عملية تدوير للشخصيات المتكررة، بل بدل تغييرها في كلا البلدين. تمت مجلة ناشيونال انترست الأمريكية بدور إيران في الشرق الأوسط، خاصة ما تعلق بالجهود التي تبذلها لمحاولة زعزعة استقرار المنطقة وبسط نفوذها عليها. ونشرت المجلة مقالا اشترك في كتابته كل من كولين كلارك وويليام كاونتري، قال فيه إن هذه الجهود انعكست سلبا على الداخل الإيراني وأدت إلى اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. إيران أنفقت مليارات الدولارات في سعيها للهيمنة الإقليمية على المنطقة، ولكن إنجازها الرئيس تركز على إثارة الاضطرابات عبر رقعة واسعة من الشرق الأوسط. المشاركون في الاحتجاجات الأخيرة في إيران حثوا الحكومة على التراجع عن خوض المعارك الخارجية المكلفة، ودعوا إلى توجيه المزيد من المساعدات إلى داخل إيران نفسها. وحتى لو لم تؤدي الاحتجاجات إلى تغيير النظام في إيران، فإنها ستؤدي بحكام طهران إلى التراجع في السياسة الخارجية في هذا السياق. ولكن عندما يتعلق الأمر بالشأن في سوريا، فإن تخفيض إيران لقوتها العسكرية هناك سيؤدي بقبضة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى أن تصبح ضعيفة مرة أخرى. ويستطيع الغرب استغلال هذه التوترات، وذلك من خلال الضغط على الكرملين والنظام السوري من أجل وقف تخريب مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تسوية سياسية في سوريا، وفي حين يلقي علي خامنئي باللائمة على أعداء إيران في التسبب باندلاع الاحتجاجات الأخيرة، فإن روسيا بوصفها حليفة لإيران تحذر الغرب إزاء التدخل في الشأن الإيراني وسط انتشار حالة من عدم الرضا في أوساط الشعب الإيراني. المجلة تقول إن الإيرانيين العاديين ينبغي لهم العيش بشكل أفضل، لكن الأمر ليس كذلك، فمستويات المعيشة قد انخفضت، وذلك رغم أنه تم رفع العقوبات الدولية المفروضة، وذلك في أعقاب إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في 2015، كما أن الولايات المتحدة التي التزمت الصمت إزاء الاحتجاجات الإيرانية لعام 2009 تبدو الآن مختلفة في هذا السياق وتدعم الاحتجاجات الإيرانية هذه المرة. بعيداً عن السياسة، يترقب علماء الفلك أواخر هذا الشهر ثلاث ظواهر كونية هي القمر العملاق والقمر الأزرق والكسوف الكلي للقمر.
وفق ما ذكرته صحيفة المستقبل اللبنانية. وقالت وكالة ناسا إن القمر العملاق سيعاود الظهور مرة أخرى نهاية هذا الشهر بعدما ظهر في بداية العام الحالي، كما ستتميز ليلة 31 من الشهر الحالي بظاهرة نادرة، وهي أول كسوف كلي للقمر الأزرق منذ 150 عاماً. ووصفت ناسا الظاهرة بالقمر الأزرق الدموي العظيم، فيما سيشهد يوم 31 ظهور القمر الأزرق الذي يحدث كل عامين ونصف العام في المتوسط. ومن المنتظر أن تحظى هذه الظواهر الفريدة بإعجاب وتتبع واسعين، كما سيحرص عدد كبير من المصورين على توثيق اللحظة الجميلة هذه. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.